تتذكروا أول يوم في برنامج جيل زد؟ كنت بتحمسة ألف. كنا داخلين ورا بعض لأن كل واحد ما عارف وين المكان، فكل واحد يحتمي بالثاني. ما أنسى في أول لقاء مع الرئيس التنفيذي لما قالنا اسأل ولك صلاحية التغيير. من هني عرفت إن عندنا الضوء الأخضر للتجديد. مرة من المرات واحد من الرؤساء التنفيذيين قال لي أنت على غلط، وأنا كنت مصر إني أنا الصح. قال لي نتلاقى بعد الميتنج، وبالفعل بعد الميتنج تلاقينا وطلعت أنا الغلط. تتدرب في زمن الكورونا؟ لا، وبعد أونلاين. تخيل نفسك إنك تكون مشغول وإنت في البيت. تجربة معاكم كانت جداً ناجحة وتفوقت على كل توقعاتنا، لذلك قررنا نوسع نطاقات التدريب مع شباب مليانين طاقة ومليانين حماس. أتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج. البرنامج راح يغير كثير من قناعاتكم، لأنك راح تتعاون وتتشارك مع طاقات محلية وخبرات عالمية. واستغلوا كل يوم تتعلموا فيه شيء جديد، ومهما يكون في ضغط عندكم استمتعوا باللحظة اللي أنتم فيها.